لو الحكايه فيها ان في الادب والنصوص. والله امتحان الادب والنصوص والتفسير النهارده انا عجبوني جدا، وبالذات في الادب والنصوص، لان الادب طبعا كله مليان دش، بس هو جابه سهل يعني للطلبه. وبمناسبه اخر يوم في الامتحانات، وطبعا احنا كازهريه وعندنا شايفين ان احنا المواد عندنا كتير وكده، بس احنا فخورين بازهريتنا يعني، وان احنا ننتمي للجامع الازهر. احب اقول بالمناسبه دي، انا ابن الازهر الحاني، انا الاسلام رباني، انا من جئت للدنيا لارفع شان اوطاني، انا ابن الازهر الحاني، انا الاسلام رباني، انا من جئت للدنيا لارفع شان اوطاني، كتاب الله احمله ولا ارضى به ثاني، وهدي محمد يسري يهذب في وجداني، درست العلم والادب وفقه الشرع قواني، درست العلم والادب وفقه الشرع قواني. فيه